قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. في واقع الأمر إن لدينا في القرآن الحكيم آية صريحة تنفي الإيمان عن أبي بكر جملة وتفصيلا، وأنه لم يكن مؤمنا حقا. ما هذه الآية؟ قوله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
يلازم بفحوى الآية، لأن الآية تقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن، يعني لا تخف. لا تحزن يعني لا تخف. لا تحزن يعني لا تخف.